كبير وثمن غالي جدا. إنها معنى لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم ولا تحوي الخزائن. إنها صفاء نفس وطمأنينة قلب وانشراح صدر وراحة ضمير. هي بسمة طفل طهور ولاج لسان صادق وعفو قلب متسامح وهدية بلا من ولا أذى. لا يأتي بها المال وكثرته بل القناعة، ولا يأتي بها الحرص بل الرضا، ولا يأتي بها الغضب والبطش بل عفو الحق. أما إذا تحدثنا عن السعادة والمال فلهذه الكلمة رنين سحري، وبعض يظن خصوصا ممن لا يملك المال أن مفاتيح السعادة في المال. والواقع أن الذين يسعدون بالمال هم أولئك الذين يملكونه. أما الذين يملكهم المال فإنهم يحولهم إلى أشقياء تعسى، ويدعو عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار. إن المال يوفر لك الطعام وليس الشهية، ويوفر لك الخدم وليس الأصدقاء الأوفياء، ويوفر لك المعارف وليس الأخوة، ويوفر لك الدواء وليس الصحة، ويوفر لك المشتريات لكن لا يحقق لك السعادة. إنما يسعد المال أمثال أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص الذين ركبوا المال كما يركبون الدواب، أو قعدوا عليه كما يقعدون على الفرش، وجعلوه ذريعة إلى رضوان الله عز وجل والإحسان إلى خلقه، ومسابقة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. أنتم سعداء ولكن لا تدرون. سعداء إن عرفتم قدر النعم التي تستمعون بها. سعداء إن عرفتم نفوسكم وانتفعتم بالمخزون من قواها. سعداء إن طلبتم السعادة من أنفسكم لا مما حولكم. سعداء إن كانت أفكاركم دائما مع الله، فشكرتم على كل نعمة وصبرتم على كل بلية، فكنتم رابحين في الحالين ناجحين في الحياتين. جعلني الله وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا دكتور.